أربعة إيداعش 2011 كناكر كناكر الجامعة العربية في الجيش كان الجيش حرف 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 في كناكر اسمع يا بشار يا حبيب الأمن منتشر في كل مكان في بلدة كناكر انظروا ماذا يحمل الأمن طفايات الحريق انظروا الدبابات الدبابات تسير في شوارع بلدة كناكر يطلقون الرصاص 14 تطلقون الرصاص بالدبابات ورشاشات ثقيلة على الناس اعتقال اعتقال شخص اعتقال شخص في بلدة كناكر اعتقال في بلدة كناكر يعتقلون الناس من الشوارع انظروا ويبدأون يهمرون عليه بالضرب نحن لسنا في غزة أو إسرائيل نحن في ريف دمشق بلدة كناكر يعتقلون الأطفال انظر الطفل الذي يعتقلونه انظر تقصفون مجموعة من الاعتقالات في بلدة كناكر